أنا بالنسبة لي مهم إنه نعرف إن في حاجات أو كيانات بالاسم ده أصلاً، وابتدي أشوف بعدها أنا إيه اللي أقدر أستفيد منه، أو إيه المجال اللي متقاطع معايا، أو إيه اللي أنا أقدر إنه أشارك بيه، أو لو في أي فعاليات أقدر أحضرها، لو في أي نيوزلترز النشرة البريدية اللي بيبعتوها على الإيميلات أشترك فيها وأبقى عارفة، لو في أي فعاليات بيعملوها أقدر أحضر، ابتدي اتكلم مع الناس، ابتدي اشوف ايه متاح، ابتدي لو في حاجه اتقالت في الندوه مش عارفاها اسال عنها بطريقه مهذبه ولطيفه. فبالتالي ده كله بيفرق جدا، لانه من اهم من واحده من العوامل الكبيره المهمه في العمليه دي وفي عمليه التقديمات لاماكن مختلفه شبكه العلاقات. واتكلمت عن انه ممكن في بنات بتتكسف، ممكن حاجات كتير قوي، بس ده ما يكونش عائق. يعني اتكلمنا عن كل العوائق دي قبل كده في محاضرة لوحدها، فتقدروا ترجعوا لها. انا دايما بقول ان احنا لينا حق الطلب، واللي قدامنا ليه حق القبول او الرفض. كون بقى لو حد ما تعملش بطريقة الطف حاجة، ما ردش الرد الكفاية، ما تجاهلني تماما وما ردش، ده يعني ما يعني انا زي ما انا قيمتي في ايه، انا ما عملتش اي حاجه غلط. بالعكس، لو حد تصرف اي تصرف مش لطيف، يعني ده يعني العالي هو او دي هو، الله اعلم. وبرضه نلتمس للناس الاعذار. فدي نقطه مهمه نبقى حاطينها في دماغاتنا وفي حساباتنا دايما. نرجع نكمل تاني. فزي ما قلت لكم، مهم ان احنا دايما نبقى بنتحرك وبناخد خطوة وبنسأل. طول ما احنا بنسأل وطول ما احنا عندنا فضول على المعرفة وعلى المعلومة، احنا دايما بنتطور وبنتقدم، حتى لو احنا مش شايفين ده في الوقت القصير، في المدى القصير يعني اللي احنا متخيلين، بس المعرفة او عموما تراكمية. فدي نقطة زي ما شفنا في السي في، فمتقسم بقى على حسب كل واحد وخبراته. وقلنا انه طبيعي جدا انه في الاول يكون السي في صفحة صفحتين كتير جدا. دي حاجة. الحاجة التانية بقى بالنسبة لنقدم ازاي ونقدم امتى وهكذا. اولا في ناس يعني زي ما قلنا من اول الحاجات الغلط اللي بنعملها انه الايميل يبقى اسمه مش بروفيشنال، يبقى whatever اسمه ايه، بس اي يبقى في اي حاجه غير اسمي او باسم حد تاني. يعني برضو دي نقطه لازم ناخد بالنا منها. الحاجه التانيه ان انا اكون بقدم لجهه ما وبعمل بحط السي في وابعته كده ارميه فاضي في الايميل. فدي حاجة غلط جدا للأسف. في ناس بتعملها. حاجة تانية برضو إنه تبعت السي في وما تبقاش كاتبة العنوان بتاع الإيميل مظبوط. في فرص عمل مثلا تكون بتقول إنه تكتب في عنوان البريد الإلكتروني حاجة معينة، فما يكتبش الحاجة دي أو يكتب اسمه أو اسمها أو يكتب أي حاجة غير اللي مطلوب. لو ما فيش حاجة مطلوبة، أنا بحب أو برجح أو كنت بعمل إنه أكتب حاجة تلفت الانتباه. يعني مثلا أنا كنت أكتب مثلا تقديري وترتيبي وأكتب الحاجة اللي أنا بقدم عليها جونيور أسوسيت مثلا، لو أنا بقدم في مكتب محاماة من المكاتب الدولية. ممكن حد تاني يكتب مثلا مركز أول مثلا في على المستوى الإقليمي في مسابقة أكسفورد أو في مسابقة كذا، أو مركز أول في مسابقة الكتابة اللي عاملها مثلا مكتب زي أتسيرو أو غيره وهكذا. وحد تاني ممكن يكتب، يعني أنا بشوف إنه يعني الشخص اللي ببعت له أو كده بيبقى بيجي إيميلات كتير قوي، مشغول جدا، ممكن مش بالضرورة حاجة، مش كل الإيميلات بالضرورة ياخد باله منها. يعني لو حاجة كاتشي كده شوية يعني هتفيدني، أنا أولى بيها أكيد. فعنوان الإيميل برضو لازم يبقى مهم، ما ينفعش أسيبه فاضي، ما مش علامة بروفيشنال يعني. فمهم إن أنا أبقى واخدة بالي من الحاجات الصغيرة دي لأن بتفرق جدا. فدي حاجة. الحاجة التانية
الكوفر لتر بقى، خليني أشير معاكم حاجة واحد منهم ونقراه مع بعض. الكوفر لتر برضو زي السي في، متقسم فقرات. خليني، لا ده طبعا في ناس هتقول في مش لازم احنا نكون بنقدم علشان سواء نشتغل او نتدرب، يعني في اماكن بتبقى فاتحه تقديمات معينه، مثلا لو علشان نتدرب في الصيف ببتدي اقدم من قبل نهايه الترم الثاني، او ممكن اكون بضطر اقدم مع بدايه الترم الثاني عشان اقدر ان انا احجز مكاني في الصيف. لو انا مثلا عايزه اشتغل، مش متوقع، مش طبيعي ان انا ما ابقاش متوقع ان انا لازم اقدم النهارده، فيلا اسبوع اسبوعين شهر شهرين ويلا بينا. لا، في مرات ممكن ابتدي، يعني انا حصل معايا مثلا مره ابتديت كمان اسبوع 10 ايام، ومره تانية لا قعدت 7 8 شهور، لا 4 5 شهور، فعلى حسب. في ناس actually يعني بتقدم وهما في ثانوي، يبقوا shadowing ناس في law firms، يعني انه عايز هو يدخل كلية حقوق، فبيقدم انه يبقى زي مرافق او حد كأنه قاعد جنبي هو بيشوف انا بعمل ايه، لو عنده سؤال يسألني، لو انا عندي وقت طبعا اشرح له حاجات معينة، فبناء عليه قرر. وفي نفس الوقت بتكون فرقت معاه وفادته جدا جدا جدا، في يا اما يقرر ويتأكد ان هو دي الحاجة اللي هو بيحبها او لا، فيكمل يا ما يكملش. فمسألة التوقيت دي مهمة جدا. وبنقدم يعني على حسب في طريقة التقديم ازاي. انا دايما الناس تقولي ببعت للاتش ار، ببعت للايميل اللي مكتوب عليه على الويب سايت انفو او كذا. في مكاتب بتبقى عاملة او حتى منظمات دولية. طيب خليني اقسم حاجات. مثلا منظمات دوليه او حاجه زي اليو ان بتبقى عامله زي بورتل كده، تعملوا عليه اكاونت، والاكاونت ده منه تشوفوا الحاجات الافيلبل في وظائف معينه، ايه اللي متاح ونقدر نقدم فيه. اماكن تانية مثلا في مكاتب ممكن تقول لا، هو في موقع ادخلوا حطوا عليه بياناتكم وحاجاتكم، سي في والكوفر لتر، واحنا هنتواصل معاكم. اماكن تانية سواء اعلنت او ما اعلنتش، ده اللي حصل معايا، انه انا كنت بقدم وبوعد على البارتنر مباشرة، ممكن احط ال HRCC او غيره يعني. فخلينا نشوف اهم حاجة في الكوفر لتر، لانه انا ده بالنسبة لي، حتى لو احنا عاملين CV حلو قوي، حتى لو احنا طالعين من الاوائل وشاطرين جدا واتدربنا في كذا واتدربنا في كذا وخدنا محاكمة سورية كذا او كذا، لو انا مش عامله سي في الكوفر لتر كويس، يعني بيكون ده مش في صالحي، او مش احسن حاجه، يعني مش هيتبص عليه. ايه هو الكوفر لتر؟ هو اللي انا بحطه في صلب الايميل نفسه، يعني انا بعمل اتاتشمنت او انا بارفق بالايميل السي في بتاعي، بس ايه بقى بحطه في البودي ايميل نفسه، هو الكوفر لتر. طبعا في ناس بتعمل غير كده، مش بالضرورة صح مش بالضرورة غلط، بس يعني أنا بالنسبة لي أو يعني اللي أفضله أو أرجحه ده. هشير دلوقتي الكفر لتر. واضح كده قدامكم؟ اوكي. انا ببتدي اول حاجة واهم حاجة ان انا اوجه الايميل ده لشخص معين باسمه وبمنصبه.
يعني ما ينفعش فكرة بقى دير سير دير مدام دير هايرينج مانجر دير مش عارف ايه يعني ما ينفعش. انا بعدل الشخص ده علشان انا عندي معلومات وحابة ان انا اكون في مكان معين مع شخص بخبرات معينة عشان اتعلم حاجات معينة عشان اخد اكسبوجر بشكل معين، فانا لازم اوجه الكلام لشخص باسمه بمنصبه. الاقي ناس تقول يعني انا لو هقدم مثلا لعشرين مكان، المكان الواحد مثلا فيه 2 أو 3 هقدم لهم، هقعد اعدل بقى كل اسم مكتب ولا كل اسم مكان في الكفر لتر وكل اسم شخص. ايوه هنعمل كده. ايا ما يكون يتطلب الموضوع ايه، التكس وات التكس، يعني لو انا عايزه اوصل لحاجه معينه او هو ده اللي هيوصلني ليها يبقى انا محتاجه اعمل اللي يوصلني ليه بغض النظر عن عدد الساعات اللي هتحتاجه في الموضوع وهكذا. فانا هنا هكتب اسم الشخص وتحت مثلا partner of كذا كذا كذا. على حسب انا بقدم فين، فهكتب انا بقدم فين وانا بكتب علشان كذا. في فقرة في الاول مهمة ان انا بكتب لو انا في سابق معرفة او سابق لقاء بيني وبين الشخص اللي انا بكتب له بقدم او ببعت له. يعني مثلا لو احنا اتقابلنا مع حد او مع محامي او خبير قانوني في منظمة او غيره في ندوة من الندوات زي ما قلنا، في حاجة حتى لو اونلاين، وانا حابة اسأل على حاجة فبعت ايميل. فكرة ان احنا نبقى كوميونيكيتيف او عندنا مهارات التواصل دي مهمة جدا 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 جدا. وأنا شخصيا استفدت منها أو فرقت معايا، أنا ما كنتش كده. وأنا متفهمة طبيعة إن إحنا كنا بنات وأزهر ودايما كليات منفصلة ومدارس منفصلة وغيره، لكن يعني بنتعامل بأدب وباحترام وبلطف، فما فيش حاجة غلط يعني. انا اللي هستفيد وانا اللي هقدر اتعلم وانا اللي هقدر حتى افيد بعدين، ف يعني تستاهل. فاول فقره خلينا يعني لو في سابق تواصل او غيره. طبعا انا في الاول وقت ما اتخرجت لا ما كانش في، يعني لو انا مثلا حضرت ندوه او غيره فده شخص او اتنين ما كانش لسه فيه، بس بعدين طبعا الموضوع بيتراكم وبنقدر ان احنا نستفيد بده. لو حد عنده أي سؤال خلينا نخلص يعني أكمل ونخلي الأسئلة في الآخر، استأذن. بعدين أنا بكتب فقرة عني، أنا مثلا درست في كذا سنة كذا، اتخرجت بكذا، عملت كذا دراسات عليا أو غيره. لو أنا مثلا في ناس خدت أي دورات لغة أو غيره، في ناس خدت اي انترنشيب اي تدريب في اي مكان سواء شركة سواء بنك سواء منظمة مجتمع مدني سواء منظمة دولية او من دول عربية او غيره، بكتبه. اهم حاجة بالنسبة لي واهم نقطة ان انا اكتب انا اتعلمت ايه في الحتة دي او في المكان ده. دي اكتر حاجة مهمة واهم حاجة حد بيبص عليها. يعني مثلا انا اشتركت في اي نشاط طلابي او في اي عمل تطوعي او في اي جمعية خيرية او غيره، بتفرق جدا انه اقول انا مثلا اشتغلت على كتابة مذكرات في نزاعات دولية او اشتغلت على مراجعة عقود او اشتغلت على طرح قانوني طرح شركات في البورصة أو فحص قانوني نافي للجهالة due diligence أو كذا. مثلا ساهمت مثلا في تأسيس شركات بالخارج أو يعني أي ما يكون بقى. لو حد يعني كاتب كمان عدد الحاجات اللي هو اشتغل عليها أو حاجات مميزة أو حاجات مختلفة، دي تكون بتفرق ومهمة جدا. مثلا لو حد شارك في المود كوردز، انا اتعلمت من وانا لسه في الجامعه انه اكتب مذكره واعمل بحث قانوني وتحليل قانوني، اتعلمت التيم وورك، اتعلمت التايم مانجمنت ان انا اوازن بين ده وبين دراستي، اتعلمت
وسعت علاقاتي مع طلبة في جامعات تانية برا مصر أو جوا مصر أو على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي وهكذا. كل حاجة من دول بتفرق، فهي فقرات. أنا مثلا بالنسبة لي برضو فقرة إنه أنا ليه بقدم في المكان ده، أو أنا ليه بقدم في المكتب أو في المنظمة دي أو في غيره. طبعا ممكن احنا في الاول لسه مش عارفين احنا بن 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 يعني ايه الاماكن او الجهات اللي احنا نقدر نقدم لها. بس في كل يعني مثلا لو انا عملت سيرش على list of international او regional organizations هيطلع لي. لو انا مثلا عملت list of multinational companies او national companies او whatever مثلا في مجال الاويل اند جاس هيطلع لي، في مجال الكونستراكشن او العقارات هيطلع لي. وانا ابتدي اقدم ممكن اعمل السيرش ده على لينكد ان، ممكن اعمله على جوجل. مثلا عندنا موقع اسمه ليجل 500، خليني افتحه سوا. ده بيكتب او بيصنف المكاتب مثلا في مجالات مختلفة. ده بيكتب بيصنف المجالات المكاتب في مجالات مختلفة، وكل مجال منهم المكتب ده تير 1 تير 2 تير 3 وهكذا. أقدر أعرف منه لو أنا مثلا مهتمة بالarbitration بالتحكيم أو بالشركات أو بكذا، أقدر أعرف منه أكتر عن المكتب ده، لأنه ده هيفيدني جدا بعدين في مرحلة المقابلات الشخصية. أكيد مش متصور ولا منطقي إن أنا أروح أعمل انترفيو في مكان وأنا ما أعرفش عنه هقابل مين، أعرف الشخص ده عمل إيه، أعرف المكان ده بيعمل إيه، وأبقى مذاكرة كويس أوي 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 كل حاجة على موقع المكان ده وعلى مواقع أخرى برضو، لأن أنا الموقع المكان ده ما بيشتغلش في فقاعة لوحده، هو بيعمل مع في الماركت أو في المجتمع عموما القانوني وغيره. فأنا أهم حاجة إن أنا أبقى عارفة الشخص ده، ولما يسألني أكيد قدمتي في مكاتب تانية أو اشمعنى قدمتي هنا أو كذا، فيبقى أنا عندي تصور واضح وقوي أنا حابة يعني أو مذاكرة كويس، يبان إن أنا مذاكرة كويس. بتفرق جدا. خليني بقى أفتح معاكم ليجل 500. زي ما احنا شايفين الموقع مكتوب فوق هنا، مقسم لي بقى الليجل ماركت اوفرفيو، ده عن المكتب عن الماركت القانوني عموما في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة. يعني هلاقي مكاتب معينة متصنفة أو في الناس أو البارتنرز بتوعها موجودين يعني في الجنب. هلاقي بعدين التفاصيل، هلاقي هنا بقى متقسمين حتة هنا دي بالبانكينج وفاينانس كوميرشال كوربريت اند ميرجر واكوزيشن، مين اللي شغال في موضوع الشركات والاندماجات والاستحواذات، مين اللي شغال في التحكيم litigation التقاضي المحاكم مسائل العمل والعمال مسائل الطاقة الملكية الفكرية وهكذا. مثلا خلينا نشوف مجال الطاقة. جاي لي هنا بالترتيب زي ما انتم شايفين، مثلا حلمي حمزة and partners، بعدين معتوق، بعدين وايت ان كيس، شلقاني، زكي هاشم وهكذا. تير 1. تير 2 جايب لي مزغوني اند كو، رياض عن رياض، شهيد لو فيرم وهكذا. انا اقدر بعدين بقى، طب انا ما اعرفش ايه ده، انا لسه بكتشف، انا ما اعرفش مين دول، طب اعمل ايه؟ ادخل يا إما أخد كوبي اسم المكتب ده وأروح على الموقع بتاعه أفصصه
واشوف لينكد ان بتاعه، لانه معظم الاماكن بقت اكتف قوي على لينكد ان، فممكن الموقع ما يبقاش متحدث زي ما لينكد ان متحدث، فبقى عارفه مثلا قبل ما اروح هم كانوا كسبوا قضايا ايه، عملوا ترانزاكشنز ايه، خدموا شركات مين، او قدموا استشارات قانونيه مين، وهكذا. فهنا مثلا عندي معتوق بسيوني، وكتب لي هنا على الجنب زي ما انتم شايفين فيزيت ويب سايت، لو انتم شايفين معايا هنا اهي، اقدر ان انا ازور الويب سايت واقدر اعرف اكتر عن المكتب والتفاصيل بتاعته كلها. فدي حاجة من الحاجات اللي تقدر تساعدني في النقطة دي. نيجي تاني بعدين، يبقى انا كده عرفت انا بقدم ازاي، بقدم امتى. بقدم يعني ازاي بقى اوصل للناس في المكتب او في الفيرم او في غيره. انا دلوقتي هفتح معاكم مثلا موقع ذو الفقار عشان نقدر ازاي نوصل للأماكن وللناس اللي هنبعت لهم، وفي نفس الوقت أوريكم السيفيهات والمدارس المختلفة حتى لو ناس واحدة في مكتب واحد. دلوقتي أنا دخلت على الهوم بيج بتاعت ذو الفقار، هبتدي أعرف أكتر عن المكتب، كاتبين تفاصيل معينة مثلا في إيه الحاجات اللي هما بيشتغلوا عليها أو مركزين عليها، إيه الأوردز اللي كانوا واخدينها أو اللي بياخدوها سنة ورا سنة، وهكذا. about us أعرف أكتر، إيه الفاليوز مش عارف كذا وهكذا، الاكسبرتيز بيشتغلوا على ايه، كلاينتس مين، وبعدين اجي على نقطة بيبل بقى، او بتبقى موجودة بأسامي مختلفة في مواقع مختلفة على حسب يعني. فهنا هلاقي بيبتدي طبعا بالشركاء المؤسسين وهكذا. لو جينا على دكتور محمد صلاح عبد الوهاب، السي في هنشوفه مع بعض، بقى مختلف عن النسخة اللي احنا شفناها بتاعت 2014. في برضو مدارس، في ناس من أنصار إن هي تحط صور، في ناس لأ، في ناس ممكن تغير رأيها على مدار سنين مختلفة. أنا مش من أنصار إن احنا نحط صورة في الأول، لو احنا حاطين صورة على لينكد إن أوكي، بس أنا مش من أنصار إن احنا نحط صورة في السي في. بس هنلاقي احنا شفنا السي في بتاعه من شوية، دي فيرجن تانية updated وفي نفس الوقت متعدلة شوية عن النظام اللي احنا شفناه قبل كده. المهم نرجع تاني، وهكذا. انا دلوقتي اقدر بقى ان انا اروح واخده، لو انا هقدم هبعت للشخص ده، او مثلا هبعت لأستاذة منى ذو الفقار من المحاميات المصريات يعني الرائدات في المجال القانوني، وكان ليها إسهامات في تشريعات مختلفة سواء ليها علاقة بالمرأة أو بالأسرة أو بالمعاملات المالية والبنوك وغيره. فأنا مثلا لتسين أنا هبعت لها، فزي ما احنا اتفقنا بعد ما عملنا الكوفر لاتر والسي في بتاعنا، أنا أروح واخد الإيميل ده وابعت عليه، فاروح معدله في الكفر ليتر بتاعي Dear Miss منى ذو الفقار part founding partner at ذو الفقار and partners law firm، وابتدي اكتب واعدل الكفر ليتر بتاعي على هذا الاساس، واكتب تحت انا ليه بقدم ذو الفقار، دي واحده من الليدنج law firms في مجال كذا 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 وهكذا، وباقي الفقرات انا فلانه الفلانيه عملت كذا، اتعلمت كذا، حابه اكون من التيم في كذا وهكذا. وطبعا في الاخر بختم بفقره ان انا بشكر الشخص على الوقت اللي قضاه، وان انا اللي قرا فيه السي في والكفر لتر بتاعي، وانه انا افيلبل ان انا اخد او يعني يبقى في انترفيو او غيره.
طبعا المكاتب او الاماكن برضو مدارس مختلفه في طريقه التقييم. في اماكن ممكن تعمل زي اختبار كتابي الاول، سواء قانوني او اختبار ذكاء او اي كيو، اختبارات سرعه او غيره. طبعا ده يعني في حاجه اماكن كده بره مصر. في مصر احنا يعني اللي انا شفته انه يا اما بنبتدي بمقابله شفهيه، وبرده دي مدارس ناس تشوف انه الخريج الحديث يعني مش مطلوب انه اكون بسأله أسئلة عملية أو أكون بتقل عليه في الأسئلة. لو هو جايب تقدير كويس فده خامة كويسة فأقدر. أوكي، في ناس لأ، ممكن تقعد تسأل ساعة ونص وساعتين إلا ربع ساعتين، وده كان غير منطقي في تقييم ناس كتير يعني أو في رأي ناس كتير. في ناس بتبتدي إن هي تقيم تقييم كتابي الأول، أسئلة قانونية نظرية وعملية شوية، وبعدين لو الشخص جاوب كويس تبتدي ان هي تقول له طيب في مقابلة بعد كده مع البارتنر او في مقابلة مع الاتش ار او كذا. فعلى حسب المكان والمؤسسة، وهنعرف يعني بسيكونس الاحداث يعني نظام المكتب ده ايه. من اكتر الحاجات اللي بشوفها مفيدة ومهمة وضرورية ولا غنى عنها ان انا ابتدي اشوف واتواصل مع حد في المكتب ده او كان في المكتب ده، اعرف النظام، اعرف الطريقة، اعرف اسأل على ايه، اعرف إيه طريقة الشغل وتوزيعه، ايه اعرف نظام العمل والى اي مدى ده هيكون مناسب ليا او لا، او الى اي مدى هكون محتاجة ان انا اخصص وقت اكتر ليه، او يعني هعرف الراتب المتوقع في المكان اللي انا رايحه ده ايه. مهم جدا ما بقاش بقول اي حاجه، ما بقاش مش عارفه، ما بقاش بقول كتير قوي وما بقاش بقول قليل قوي، ابقى عارفه الافريج. ممكن ناس مثلا تقول من كذا لكذا، ممكن تقول كذا وكذا وكذا. برضو من الحاجات المهمه جدا في ان انا ابقى عارفاها وواضحه جدا بالنسبه لي في المقابله الشخصيه. زي ما قلت لكم نبقى عارفين احنا رايحين نقابل مين، ونبقى مذاكرين كويس قوي عن الشخص اللي احنا رايحين نقابله والمكان عموما. هتسأل أسئلة، مهم انه اكون صوتي، نبرة صوتي واضحة، عيني في عين اللي قدامي بتواصل جيدا يعني بصريا، وانه ما اسكتش خالص. يعني مش بقول نقول حاجات مش حقيقية، بس مثلا لو انا اتسألت سؤال في حتة ديتيلد قوي انا مش عارفاها او مش فاكراها، انا ممكن اقول انا دي مثلا في النطاق القانون التجاري في كذا كذا، متعلقة بمعاملات البنوك وكذا، واللي هي ليها علاقة بكذا وكذا وكذا. بس كده التفصيلة دي ممكن احتاج ارجع لها في نص القانون. طبيعي احنا مش روبوتس، مش ذكاء اصطناعي عامل عمايله، بس يعني احنا في الاول في الاخر في حاجات فاكرينها وعارفينها وحاجات مش عارفينها. بس في حاجات لما نبقى مش عارفينها هنطلع فورا من المقابلة نفصصها ونجيبها تاني بالتفصيل ومش هننساها طول عمرنا. وطبعا حصلت معايا ومع غيري. فمش ان انا اسكت خالص وما بقاش عارفه اتصرف، او ان انا ما بقاش عارفه اضرب لخمه. طبيعي وارد في الاول يعني، برضو عشان نكون واقعيين ومنطقيين. في ناس عندها ملكات ما شاء الله معينه، وفي ناس هتحتاج تتدرب شويه على الملكات دي. فلنفرض ان انا قدمت 20 30 مكتب جالي، او 100 مكتب جالي مقابله في 5 مكاتب، عملت مش حلو في الاول والتاني، فاين، اتعلمت، اتدربت، خدت خبرة، عرفت ان ازاي بقف بضرب لخمة في ايه وبعمل ايه، بعدين احسن ده بقى بعد كده وابتدي اعمل زي يعني اعمل مقابلة صورية كده مثلا مع صحابي، مع اخواتي في البيت، مع بابايا ومامتي، ابتدي اتدرب واشوف انا هبتدي اقول ازاي واعرض ازاي، ولو انا ببطأ في حاجات اصرحها شوية، لو انا سريعة قوي في حاجات ابتدي اخليها في النطاق المعقول وهكذا. فلا، ولو في حاجات انا مش متأكدة منها اقول مش متأكدة بس يمكن كذا، او
على حسب يعني، برضو انا بشوف تعبيرات اللي قدامي وبشوف الى اي مدى هو متجاوب، متضايق اسكت ما اكمل. لكن في حاجات انا عارفه انها صح واثقه فيها، والشخص اللي قدامي حتى لو مش مركز معايا او بص في التليفون او بص في ورقه او غيره، انا هكمل واتاكد انه يعني تركيزه وانتباهه رجع لي تاني، وارجع اقول المعلومه تاني اللي انا متاكده منها واثقه انها صح، وهكذا. نقطة مهمة جدا برضو إنه إحنا ما نخلصش ونمشي، لا أنا كمان عندي أسئلة، عندي أسئلة. إيه إمتى متوقع أنتظر رد من حضراتكم؟ إيه تقييم حضرتك في المقابلة، أو في لو أنا يعني في حاجات أشتغل عليها، في حاجات حضرتك تنصحني بيها، في حاجات يعني أخد بالي منها، وهكذا. في ناس ممكن تسأل انتم مقدمين تاني او في اماكن تانية او لأ، في ناس ممكن تسأل الراتب المتوقع او كذا او لأ. انا ممكن ابتدي، انا عارفة ان الموضوع ده بالنسبة لنا في الاول بيبقى محرج جدا ومش عارفين نقول، ولأ انا اصلا ما هبقى عايزة اشتغل واخد خبرة بغض النظر عن اي حاجة، لأ ده مش حلو. هو ممكن في ناس هتشوفها انه أنا دلوقتي بعين حد علشان يبقى شخص يعني له حضور قوي واثق من نفسه، لو أنا مطلوب منه حاجات هيبقى قادر إنه يثيرها بالشكل المهني المطلوب، في بالطريقة المطلوبة المهم أو المحبذ إن هي تكون بتتقدم بيها. انا هيعمل ده ازاي لمصلحة الشغل او لمصلحة الفريق لو هو مش عارف يعمله لنفسه؟ فدي نقطة مهمة 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 مهمة. انا مرة اتقالت لي هما كده دايما المصري بره مصر، يعني هما كده دايما المصريين يقولوا طب انتوا بتدوا كام مش عارف ايه بتاع، لكن مثلا جنسيات تانية لا، يقول انا هاخد كذا وتأمين اجتماعي كذا وتأمين صحي كذا وكذا وكذا. يعني حاجة ناخد بالنا منها أو نمرن نفسنا عليها، حتى لو لسه مش عارفين دلوقتي نحطها في اعتبارنا بالشكل الكافي أو الشكل اللي يعني يخدمني ككل في عملية التقديم بتاعتي. برضو من دايما بنات تسألني كتير، طب أنا مش لاقية مكان معين عامل إعلان مش عارف إيه. مش لازم كل الأماكن حتى لو هي محتاجة ناس تعمل إعلانات، او لو عامله اعلانات مثلا وبيقول لا ده طالب اسوسيت او سينيور وانا لسه جونيور او وات ايفر. فانا دايما بقول اولا انا ببقى عمري ما قدمت على اعلان، كنت دايما بقدم ببعت زي ما قلت لكم ازاي بنبعت للبارتنرز او للاتش ار او بحط الاتش ار سي سي. طيب ممكن انا يعني هفترض يعني في ناس ممكن تبقى عارفة ازاي نبعت ايميل او ازاي نبقى عاملين نبعت ايميل ازاي، فخليني اوريكم بشكل بسرعة كده ده مفروض نعمله ازاي. هنا انا لما الجيميل يتفتح بيبان بالطريقة دي. هنا انا هبتدي انشئ ايميل، هنا هكتب انا بوجه الايميل لمين، مثلا هنا اهو طلع لي، هنا هكتب انا مثلا excellent وبقدم على junior position junior associate. application او position او whatever حسب. وبعدين هنا هروح كاتبه الكفر لتر بتاعي، وهنا عند العلامه دي هروح عامله attachment، هارفق السي في بتاعي مثلا في يعني الايميل اللي انا هبعت عليه، وهكذا. هنا عندي خاصيه في الايميل ان انا لو انا عايزه احط الاتش ار عشان يشوف الايميل برضو في نفس الايميل اللي انا هبعت بيه، هروح عامله حاجه اسمها سي سي
وابعت ايميل مثلا انفو او اتش ار او whatever الايميل اللي انا هاخده من الموقع واقدم عليه على طول واحطه. برضو غلطة ما نعملهاش ابدا 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 ان انا اروح حتى كل البارتنرز يعني استنصح بقى، ولا انا مكسلة اغير كل ايميلات الناس دي فحط البارتنرز كلهم في ايميل واحد. يعني ما ينفعش، انا زي ما اتفقنا انا هاخد بارتنر بارتنر بالايميل بتاعه باسمه بالمسمى الوظيفي بتاعه، هبعت له الايميل بتاعه على استقلال. هتاخد زي ما قلنا تيكس وات تيكس، بس باذن الله تؤتي ثمارها يعني ولو بعد حين. ولو بعد حين بقى دي يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه في فيلم اسمه شوشانك ريدمشن، ده من اعظم الافلام اللي اتعملت في تاريخ السينما العالميه. بتحكي قصه، اولا هو مرتبط بمجال القانون بتاعنا فبرشحه بقوه، ثانيا هو فيه معنى انساني جميل، بيتكلم فيه عن فكره اعاده التاهيل و في معنى يعني الهدف من العقوبة أو الغرض منها أو بتهدف لإيه، وهل طرق العقاب دي بتوصل للهدف ده ولا لا. المهم إنه المغزى من الفيلم بالنسبة لي في هذا السياق، حاضر هكتبه لكم في الشات. المغزى من ده في السياق بالنسبة لي إنه واحد من الناس اللي في السجن اتسجن يعني هو غير مستحق للعقوبة يعني، لكن قرر انه السنين دي مش هتضيع هباء، وقرر انه ينشئ مكتبة ضخمة في السجن، والفيلم ده مستوحى من قصة حقيقية. فقرر انه يراسل الإدارة في المختصة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، مش فاكرة بالظبط معدل كل شهر معدل كل أسبوعين كذا كذا يعني، فين بعد تقريبا أكتر من سنة أو أكتر من سنوات معينة أو شهور ردوا عليه. وردوا عليه، هو كان طالب ميزانية معينة لعدد كتب معين، فردوا عليه فقال إيه ده تحفة، هبتدي أزود رتم التواصل بحيث إن أنا يردوا عليا أسرع، فلو مثلا كان بيبعت كل أسبوعين أو كل شهر هبعت كل أسبوع، لو بيبعت كل كذا هبعت أكتر. فأنا من أنصار إنه نبعت ونتابع، مش بس على اللي أنا قدمته يعني. أنا مثلا حصل معايا إنه أنا كنت قدمت في كذا مكان، مكان رد عليا الأول، مكان كان قال لي انه في مشكلة معينة احنا مش عايزين حد دلوقتي بس I will consider your application، فكنت مش عايزة اضيع فرصة فاخدت الاولاني. لما تاني رد عليا، اولا تاني رد عليا بعد حوالي 6 شهور، فانا في الوقت ده هل ابقى ساكتة خلاص؟ انا كنت ببعت حوالي كل اسبوع تقريبا، وكنت ببعت يعني انا بعد ما عملت الاختبار التحريري بتاعهم كنت ببعت فولو اب، يعني انا عايزه اعرف الفيدباك عن الاجابه المكتوبه بتاعتي. ولما ما ابتدوش يردوا، هو اولا طبيعي ان هم ما يردوش للاسف، هي دي مش حاجه المفروض تحصل بس للاسف بتحصل. فابتديت ابعت تاني انه طب لو انا اجاباتي مش كافيه انه انا ابتدي از جونيور او لسه كمحامي مبتدئ، ممكن ابتدي كمتدربه لحد ما ابقى احسن شويه وبعدين ابتدي كمحامي مبتدئ. ما يردوش فارجع ابعت تاني. خلى حد مره يكلم الاسيستنت تكلمني تقولي ان هو مثلا بره مصر وانه مجرد ما يرجع هنتقابل. فبعت ايميل انه thank you for updating me with blah 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 blah. فانه زي ما قلت لكم ان احنا نبقى مبادرين وان احنا نبقى عندنا مهارات التواصل او ده مهم جدا. طبعا بياخد وقت رهيب في الاول، بنبقى خايفين وعمال اظبط الايميل واقرا تاني وازاي ابعت ايميل وهكذا. فهبعت لكم